اليوم بنتعلم حركة جديدة من اختراعي اسمها القطوة المنقضة، والحين براويكم كيف تسوونها. سالم يلا دورك. ممتاز يا سالم، الحين دورك يا عبيد، شد حيلك. حلو حلو يا عبيد، بس لازم تتدرب اكثر. منصور يلا دورك. محاولة جيدة يا منصور، بس لازم تستمر في التدريب. هذه ما كانت القطوة المنقذة، كانت القطوة الحولة. بستمر في التدريب وبتتحول الحركة القطوة الحلوة. انت قطوة عسولة وطيبة وحلوة بعد، شكرك لأنك قبلت تهتمي بفلافل في غيابي يا شمة. العفو خالتي، ما طلبت شيء. فلافل وايد طيبة وهادية، بس لا تخلينها بروحها. لا تحاتين خالتي، ما بخليها بروحها أبداً. هي من النوع الهادي وما تحب المغامرات. أوه صح، باقي شيء مهم ما خبرتك عن فلافل، تراها بس تحب تاكل كيك. كيك؟ بس هي قطوة. بس تاكل كيك. لا تخافين يا فلافل، أنا بهتم فيك. ها؟ لا لا فلافل انتبهي. لا فلافل فلافل انتبهي، انت قطوة وايد مشاغبة. فلافل ها منصور، يوم تكون جاهز جرب حركة القطوة المنقضة. ممتاز يا سالم ممتاز. تعالي يا فلافل، تعالي فلافل فلافل. قطوة مشاكسة. يلا يا فلافل، يلا يا حبيبتي، خلينا ندخل داخل. هلا شمة. شو؟ ضيعتي فلافل؟ أكيد أكيد بنساعدك. ضيعت الفلافل مالها؟ إنزين شو فيها يعني؟ ما تقدر تشتري فلافل ثانية من المطعم؟ هاي ما فلافل أكل، قطوة خالتها اسمها فلافل. يلا خلونا نتحرك، شمة تحتاج مساعدتنا بسرعة يا شباب. شكراً إنكم جيتوا تساعدوني، مو بقادرة أصدق ضيعت فلافل في أول 5 دقايق. لا تخافين بنلقاها إن شاء الله. أنت وين آخر مرة شفتيها؟ نطت من فوق هالسور. أظن لقيناها، يلا تعالوا. فلافل لازم نتسلق عشان نجيبها. أنا بتسلق، القطاوي يحبوني. أوف. انتبه لأنها تشمخ. أقول سالم تقدر تساعدني؟ أوف. أوه. أوه. فلافل فلافل نزلي يلا تعالي. امسكوا القطوة، امسكوها. كنا بنروح فيها. فلافل لا
شو بنسوي الحين؟ بنلحق القطوة. ما أصدق إن قطوة ركبت الباص. فلافل، فلافل تعالي تعالي فلافل. ما أقدر أصدق إن قطوة دخلت المكتب. ما أقدر أصدق إن قطوة طلعت للمصعد. ها؟ أعرف أعرف، ما تقدر تصدق إن قطوة ركبت الهليكوبتر. لا تكمل. مرحبا يا عيال، أنا اسمي عبد الله وهاي بنايتي. انتو شو تسوون هني؟ اسفين بس انا كنت العب ويا قطوة خالتي فلافل، بعدين شردت مني. لحقناها في المدينة كلها ليه ما وصلت هني. وهي وين الحين؟ داخل هنا. هاي الهليكوبتر ملكي واحس بالمسؤولية تجاه سلامة فلافل، لازم نردها. بس كيف؟ الهليكوبتر طارت عنا. الهليكوبتر السودا طارت، بس أنا عندي وحدة ثانية حمراء. وينها؟ ها؟ أوه. خلونا نرجع فلافل. الحقوا القطوة. ما كنت أتخيل في يوم من الأيام إني بكلم طيار هليكوبتر عن المدفوعة. ثلاثة كوبتر، ثلاثة كوبتر، خمسة وياكم. في عندكم حيوان أليف على متن الطيارة، لو سمحتوا لو سمحتوا ردوا للمكتب. خالتي بترد البيت في أي لحظة، ما أعرف كيف بوصل قبلها. كوبتر ثلاثة، كوبتر ثلاثة، انتباه في تغيير، عندنا اتجاه جديد، الحقوني لو سمحتوا. خمس دقايق قبل ما ترد خالتي. ها؟ أخيرا استخدمت حركة القطوة المنقذة، حسب تمسك القطوة المنقذة. ممتاز ممتاز يا عيال، الحين لازم أروح، عندي مقابلة على الراديو. مع السلامة يا فلافل. شكرا وايد وايد على مساعدتك. هي وايد شكرا. العفو يا عيال، يلا ردوا القطوة للبيت عشان ما تسوي لكم مشاكل بعد. اكيد يعانى، لازم نجيب لها كيك. كيك؟ القطو ما ياكل كيك. هذه القطوة غير. أكيد عسب شي مشاكسة لأنها ما تاكل الأكل المناسب. يلا خلونا نردها البيت. أوه فلافل، أنا رديت البيت. اشتقتيلي؟ أكيد كنتي وايد طيبة ويا شمة. كل شي كان تمام ويا فلافل يا شمة. أتمنى ما تكون تعبتك. لا بس كانت شوي مشاكسة. بس تتصرف وايد طبيعي الحين، شوفي. أظن لأن أكلناها سمك مو بكيك. بس هي وايد تحب الكيك. هي بس ما أظن أن الكيك أكل مناسب وصحي لفلافل يا خالتي. شوفيها الحين وايد مستانسة. هي شكلا فعلها مستانسة. خلاص ما بأكلها كيك عيل. أوكي بنروح الحين، شكرا وايد على مساعدتك يا شمة. توني سمعت على الراديو واحد يتكلم عن قطوة لقاها في هليكوبترة. تعرفين أي شيء عن هالموضوع يا فلافل؟ تخيلوا بس إذا فلافل كانت تعرف تتكلم، خالتك ما بتصدق اللي صار. أنا بعدني للحين مو بمصدق أصلا.
ليش أنا متوتر؟ وأنا بعد. وأنت يا سالم؟ وايد متحمس، ما أقدر أتريى لين نبدأ. جوهرة الحظ ساعدتني أني أكون أحسن ممثل وامتصت مني كل التوتر. ما شاء الله، شوف كل هالناس اللي جايين يحضرون المسرحية. الحين أنا وايد متوتر. أنا الصراحة ما أقدر أتريى. يعني أنت مو بخايف ولا حتى شوية؟ لا، ليش أخاف وأنا عندي جوهرة الحظ؟ وايد ممثلين يشلون شيء وياهم يجيب لهم الحظ. وينها؟ وينها؟ ازيكم يا ولاد، شكلكم يجنن، جاهزين للاستعراض؟ ما اقدر ما اقدر ما اقدر ما اقدر اطلع، نسيت كل اللي حفظته. لا تخاف يا سالم، بتتذكر كل شيء اول ما تطلع على المسرح. لا 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 لا, لا ما اقدر، احتاج جوهرتي. انزين خلونا ندور عليها. المسرحية هذه بتكون مضحكة وايد. وينها؟ وين؟ وين حطيت جوهرة الحظ مالي؟ وين وين وين؟ وين؟ هني؟ لا لا. بسط بسط. سالم سالم تعالي هني. شوف. يلا يا شباب، فاضي دقيقتين لحد ما نبتدي. نحن ما بنقدر ندورها من فوق المسرح، لازم حد ثاني يساعدنا. منو قصدك؟ شمة بتحضر المسرحية، بنسألها إذا تقدر تساعدنا. تليفوني ما بعندي وما أقدر أسير وأنا لابس هاللبس. أنا أعرف، عبيد تعال وياي بسرعة. هلا عمي، هلا عمتي، هلا شمش حالكم؟ ها منصور؟ شو تسوي هني؟ ومنو وياك؟ عبيد. هلا عبيد. هلا شمه. سالم ضيع جوهرة الحظ وما يقدر يطلع على المسرح بدونها، ممكن تساعدينا ندور عليها؟ جوهرة الحظ؟ شو تقصد؟ الشيء الأخضر اللي يشله وياه؟ انزين خلوني أشوف كيف أقدر أساعدكم. شكرا يا شمة، شكرا. شكرا شمة. أنا الساحر الشرير، جيت أدور عن علاء الدين، راح أخدعه وبخليه يجيب لي المصباح السحري اللي بخليني أحكم العالم. شوفوا هذا هو. يلا يلا. ها؟ قلت شوفوا شوفوا هذا هو. مرحبا يا علاء الدين، انا عمك المفقود من زمان. اعرف انك ما بتصدق بس هاي هي الحقيقة. ما كنت اعرف انه عندي عم. أبوك ما خبرك عني؟ لا لا ولا مرة. انزين تعالوا وياي براويك منظر عجيب عيونك ما بتصدقه. هاي المسرحية وايد حلوة، عيبتني الصراحة. ايه من زمان ما شفت مثلها. ما بقدر اتذكر اي شيء. لا تخاف، انا علقت النص على هاي السنارة، بخليها قدامك طول الوقت عسى بتقرا منه. اوه شو ها، ما اعرف وين ممكن احصل جوهرة سالم. لقيتها، فكرة حلوة يا شمع. ها يا ولد اخوي، شو رايك في المناظر الحلوة اللي شفناها في المدينة؟ بس بعدك ما شفت شيء، خلنا نروح البر وبراويك مناظر اروع منها. ها شش شش شو شو بتراويني يا عمي؟ يا عمي اصبر شوي، خلنا اول شيء نشعل النار. ها الحين براويك أكبر كنز، واللي بيخليك تصير أغنى سلطان في الشرق.
انتبه من النار. الحين ادخل ويجيب لي المصباح. مشكورة يا شمة، جزاك الله خير، ما قصرتي، أنقذتي المسرحية. ممتاز يا أولاد، ما كانش زي ما تدربنا، بس المهم عجب الجمهور. سالم، ممكن كلمة لو سمحت؟ كنت كويس قوي يا سالم، انت بس ريح أعصابك وحتبقى زي الفل. لا تخاف يا سالم، شوف لزقت النص علي علشان لما أكون على المسرح تقدر تقرأ. يلا كل حد ياخد مكانه، المشهد الثاني هيبتدي. خذ كل الذهب اللي تباه، بس اول شيء جيب لي المصباح. انا جني المصباح. لبيك. أبا أطلع من هالشاورما. تقصد تبقى أنك تطلع من هالكهف وترد البيت تاكل شاورما؟ شبيك لبيك، أمرك بين إيديك. أنت في البيت، شو أمنيتك الثانية يا سيدي؟ أباك تملي بيتي بالقمامة. تقصد تبقى أملي بيتك بالكنز وتتخلص من القمامة، صح؟ أقدر أعطيك الكنز اللي تباه يا علاء الدين، خذ هذه الجوهرة الغالية. شكراً شكراً على هذه الجوهرة يا جني. الحين أبا حصان أبيض عشان أروح قصر السلطان وأطلب إيد الأميرة ياسمين الجميلة. يوم يوصلون بنسحب الرافعة وبنرفعهم فوق مرة ثانية وبسرعة. لا 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 بابي. قصتنا وصلت للنهاية، كل الباقي إننا نشكركم على الحضور وتصبحون على خير. برافو يا أولاد، كان التمثيل مقنع بشكل جميل. لذيذ. شو سويتي؟ هذه حلاوة يا سالم، دورت جوهرتك بس ما حصلتها، وبعدين تذكرت ان عندي حلاوة في شنطتي فاخترت واحدة تشبه جوهرتك. يعني الجوهرة ما كانت تجلب لي الحظ وانا كنت متوهم هالشي. لا يا سالم، انت ممثل ممتاز ما تحتاج حظ، بس تكفيك موهبتك الطبيعية. شما عندك بعد حلاوة في شنطتك؟ لا اسفة يا عبيد، خلصت كلها. أخ جوهرة الحظ. ما يخص الحظ وهاي الجوهرة. صح يا حبيب.
جاهزين للتخييم في البر يا عيال؟ هيه. توكلنا على الله. إجازة الربيع في البر، وأنا بعد أحب التخييم تحت النجوم وسباق الدراجات على التلال، أكل المشاوي على الفحم. هذه الرحلة بتكون وايد ممتعة. بيكون في تغطية إنترنت؟ سالم أكيد لا، إذا سكت أسرع بنوصل مخيم على الغداء. أول نتغدى. ما في أحلى من يأسة البر. ما في تغطية هني؟ أكيد ما في، أنت في وسط الصحراء. سلوا عماركم طريقة الأوليين. وشو هي طريقة الأوليين؟ سرد القصص، ليش ما تقص علينا وحدة؟ إنزين، في يوم من الأيام كنت أمشي في الشارع وشفت قطوة. هذه قصتك؟ إنك في يوم من الأيام شفت قطوة؟ إنزين، اتحفنا بقصتك. أكيد بتشوف. كان يا مكان في قديم الزمان، بصراحة كان قبل يومين. المهم اشتريت آيس كريم ونسيت أحطه في الفريزر، وبعد ساعة تذكرت كان أركض وأركض عشان بتلحق عليه، لكن للأسف مخاوفي كانت في محلها وحصلت الأيس كريم ذايب. وفكرت شو ممكن أسوي الحين، وفجأة تنا جتني فكرة أشربه بالعود، وكان آيس كريم مخفوق لذيذ. النهاية أبدعت يا عبيد، قصة وايد جميلة. يدي تقدر تقص علينا قصة؟ بقص عليكم قصة مرعبة. يوم كنت صغير أمي كانت تحذرني ما أطلع برا ألعب وقت الظهر، لأن حمارة القايلة تدور الصغارية بهالوقت. حمارة القايلة راسها راس إنسان بس ريولها ريول حمار. وفي يوم من الأيام رحت ألعب الظهر وشفت حمارة القايلة، كنت خايف. قربت مني وقالت الغدا جاهز. يدي شو قالت حمارة القايلة؟ بكمل لكم القصة المساء، قوموا تغدوا. يا الله ماني قادر أصبر عشان أسمع باقي القصة. ما حبيت سالفة حمارة القايلة هذه. شباب جاهزين للوناسة؟ نحن جاهزين، يلا نروح. نقدر مني؟ للأولاد فقط. انتبهوا وخلوا بالكم من حمارة القايلة. حمارة القايلة؟ عندي فكرة. شو رايك؟ ممتاز. يلا خلنا نخوفهم. الرحلة بالدراجة بالمرة حلوة. شباب منو يبي يطير طيارتي الجديدة؟ أنا
وأنا كمان. أنا بتم هني وبحرس الدراجات. منصور أنا كمان. هذا حال الدنيا. هذا هو هناك. أنت جاهزة؟ جاهزة. خلينا نسير نلقن سالم درس. انتبهوا من حمارة القايلة، تراها الزخ الصغارية وقت الظهر. سالم سالم سالم، ليش ما خليت البنات يجون وياكم بالدراجات؟ حمارة القايلة. ساعدوني ساعدوني. لا تخاف، ما بأذيك، ممكن تساعدني يا صديقي؟ مشكور، انت انقذت حياتي. انا وين؟ حمارة القايلة. سالم هذه أنا شمة. شو استوى؟ نحن كنا معصبين لأنك ما خليتنا ني وياكم بالدراجات. هذا ظلم. عشان شي قررنا نتنكر على شكل حمارة القايلة ونخوفك. بس المقلب طلع قوي شوي. احنا آسفين. ها؟ ها؟ الحمد لله أنا بخير. وقف. أنا آسف لأني ما خليتكم تدون. لا خلاص عادي. والحمد لله أنكم طلعتوا ما بحمارة القايلة. لا تخاف يا سالم، حمارة القايلة خرافة. وقف. حمارة القايلة. قولوا لي إن هذا مقلب ثاني. ما أظن. يا صوبنا. شو بنسوي الحين؟ لازم نطلع من هالمكان. فكرة ممتازة. اركضوا. يدي يدي. شفنا حمارة القايلة. شو؟ شفنا حمارة القايلة في البر. تقصدون شفتوا شمة وخلود وهني قلدن حمارة القايلة؟ هي سالم شاف هالحمارة القايلة واغمى عليه. بس بعدين شفنا حمارة القايلة الصدقية. عمي أظن قصتك المخيفة كانت مخيفة أكثر من اللازم. يا عيالي حمارة القايلة قصة خيالية من التراث، ما كان قصدي أخوفكم هالكثر. نحن حبينا القصة يا يدي، بس اللي شفناه حقيقي. بس يا منصور ما في شيء اسمه. مو معقولة. حمارة القايلة قلنا لكم إنها صدقية. ساعدوني. يدي لا. هاتوني ماي. مشكور. تعال تعال قرب من النار، بصب لك فنيان قهوة. وهذا كل اللي صار. يدي ممكن تكمل القصة وتخبرنا شو صار يوم تلاقيت ويا حمارة القايلة؟ لا لا أرجوك لا، أنا اليوم تلاقيت وياها مرتين. طيب خلاص خبرنا بقصة تانية لما نتلاقيت مع بسة تانية. تدرون شو؟ بنسافر مصر في رحلة عائلية الأسبوع الجاي. أوه يا حظك. متى بتسافرون؟ السبت إن شاء الله. توقعت. على فكرة تراكم ما بتسافرون بدوني، لأني أنا بكون كابتن الطيارة.
شو رايكم انتو الثلاثة تسافرون ويانا وتشوفون عجائب مصر؟ انا اكيد. شباب عندكم ساعة دوروا في المنطقة واستكشفوا المكان، وعقب ساعة نتلاقى هني عسب بنشوف عرض الليزر. أغلبية الأهرامات المصرية بنوها الفراعنة كمقابر لهم ولعوائلهم. هذا الهرم انبنى ب 2.3 مليون حجرة ووزنها يقارب 5.9 مليون طن. وايد ضخم. الشيء الوحيد الأكبر منه هو طابور الدخول. ها؟ هالصب هالصب ما عليه طابور، تعالوا. ها؟ يلا عيال. ها؟ الجو حلو وبارد هني. غريبة، ما في حد هني. غريب، ليش ما في معلومات في كتابي عن هذا الهرم؟ زين خبرنا شو اللي مكتوب؟ مكتوب الأهرامات عادة فيها غرف وممرات متعددة. انزين خلونا نستكشفها. الله حلو. عجيب، شوفوا هالكتابات الهيروغليفية، بس كيف بنوصل هناك؟ لا 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 لا. شو بنسوي العين؟ شو بنسوي؟ شو ها؟ الباب ما يفتح. كيف يعني؟ انحبسنا؟ لا يا جماعة، أكيد في مقبض أو أي شيء ينزل الجسر. أظن إنه لغز. هيه، لازم نحل اللغز هذا عسب نعرف نطلع من هالمكان. بس إذا ما جاوبنا صح؟ لازم نجيبها صح. خلونا نركز. اللغز يقول شو مجموع حصان زائد جبال؟ شاورما. شو؟ لقيت شاورما في شنطتي. حبيت. حصان زائد جبلين يساوي جمل. هي أظن كلامك صح. هي ها. يلا خلونا نفتح الباب. ها قطوة وذيب. عرف بومة. عبيد لحظة. اوف. كيف ممكن تكون بومة يا عبيد؟ كيف كيف فهمني يعني بالعقل. اكيد الاجابة الاسد. لخبطت. زين خلاص خلاص انا اسف. هدوا يا جماعة هدوا، بس ما حد يضغط زر ليه ما نتأكد من الجواب. اتفقنا؟ هي. ممكن يكون سحلية او تمساح. كل الاحتمالات واردة، بس اي اجابة بنختار. اظن تمساح. انا بعد. لازم نكون وايد حذرين. لا أظن عصفور وأسد يساوي صقر. أنا بعد. وأنا يا ربي. لا
جماعة تعالوا، المومياء اختفت. عن شو تتكلم يا عبيد؟ المومياء اللي كانت موجودة ورانا اختفت. هذه كلها تخيلات يا عبيد. ها؟ 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 كنا بنروح فيها. أحس شي بيستوي. على الأقل الحين نحن في أمان. ها؟ أوكي خلاص، خلونا نروح في هالاتجاه. فكرة حلوة. يمكن هاي العلامة معناها مخرج. لا معناها كنز. واو عجيب. الله. يا سلام. ها؟ الفراعنة كانوا يدفنون الأموات ويا مجوهراتهم وأغراضهم الثمينة. الحين ما بوقت درس تاريخ يا منصور. في مومياء طاردنا. ها؟ مومياء وأصنام على شكل وحوش مخيفة. اركضوا اركضوا. انتوا بتعملوا هنا ايه يا جماعة؟ ما كنتش اعرف ان الزباين وصلوا. شو اللي مستوي؟ الملاهي دي مش لازم تفتح لغاية الاسبوع الجاي. اوه ما تقولوش انكم صدقتوا انه ده كله كان حقيقي؟ ايه؟ يلا اهو عرفتوا دلوقتي انها ملاهي. تحبوا تخشوا مرة تانية؟ هي اذا ممكن. واخيرا. ها؟
هلا شباب. عبيد كان يقرأ قصص قديمة عن البساط السحري. بيكون روعة إذا قدرنا نصنع بساط سحري حقيقي. ما تشوفوني مشغول أنتوا الاثنين؟ أنت تحب هندسة الطيران، تقدر تخليها تطير؟ بيكون مشروع علمي عجيب. مشروع علمي؟ أتجيبوا لي قصص خيالية وتتكلمون عن العلوم؟ أنا أقول خلوني أشتغل وسكتوا. أنا وين؟ صح النوم، قوم من الطريق، طحت ونمت على الشارع. ها؟ إحنا وين؟ كيف وصلنا هني؟ سالم شو مستوي؟ منو سالم؟ ها؟ يا سالم عطني خبز. ثلاث دراهم لو سمحت. انزين ايش فيك؟ لحظة بشوف اذا عندي ثلاث دراهم. هلا منصور. ساحر. ايش فيك؟ خف صوتك، هذا نانو، وبعدين انا ما عندي فلوس، شا اسوي؟ يعني ساحر وبعد حرامي؟ ها؟ ايه؟ فوزوا عن الدرب، خلوا السلطان يمر. هالولد هقف. انت بتصنع لي بساط سحري؟ بس انا ما اعرف اي شيء عن البساط السحري. انا شفتك وانت تطير هالسجادة، تقدر تاخذها لو تحب. لا، انت بتشرفني في القصر وبتشتغل على السجادة الفارسي الفاخر. بس ما أقدر أخلي سجادة تطير، أصلاً ما حد يقدر. هو يقدر. منو؟ هو، أنا شفت سحرة. خذوا لزنزانة القصر. ها؟ أقولكم خذوهم كلهم. شو؟ أنتوا الثلاثة لازم تصنعوا لي أحسن بساط سحري، ولا ها؟ عندكم لين اليوم المساء عشان تصنعون البساط السحري، ولا طير مثل الصقر، حلق مثل الحمامة، افرد جناحك مثل النسر. عمرك ما بتقدر تطيرها بهاي الطريقة يا عبيد. من عبيد؟ ويا من تتكلم انت؟ اكلمك انت. اوه انسى خلاص، بس ان شفتك تكلم السيادة مرة ثانية بتخبل.
انت ساحر وما تسوي شيء، على الاقل هو يحاول ينقذنا. انا مو بساحر، انا مهندس ومخترع. بس عندك سحر في شنطتك. عندي نانو في شنطتي، هو مو بسحر، هو رجل آلي. رجل آلي. مرحبا. هذا السحر. ما له داعي تخافون، اهدوا. يدي. لا، انا حارس الزنزانة. اوه انزين يا سيد الزنزانة، اذا تبوني اصنع بساط سحري بحتاجكم من شيء. شو بتحتاج؟ هاي الطاولة وخيوط وسلك ومطرقة مسامير ومنشار لو سمحت. تبانا يبلك بعد أربعة من المراوح الكبيرة بالأجنحة هذه اللي يستخدمها السلطان بعد؟ هي لو سمحت. شكراً. خلونا نصنع بساط سحري حقيقي. بنروي السلطان البساط السحري وبعدين بنستخدمه عسب نشرد. هاي. شكلكم ما بتطلعون من هني حتى لو صنعتوا بساط سحري. تقدرين تساعدين نشرد من هني يا شمة؟ كيف تتجرأ؟ أنا الأميرة شمة. أوه أنا آسف سمو الأميرة، بس تقدرين تساعدين نشرد من هني يا الأميرة شمة؟ أنا هني عسب أساعدكم. وقفوا. لازم نطلع هاي فوق. ولقوم. هاي. ولقوم. لا تخلوهم يشردون. يلا. أوه بالغلط. أبد اليوم مركز. علي يا جماعة. يلا الحراس بيمسكونا، اركضوا بسرعة بسرعة. وصلوا وصلوا، يلا بسرعة. وقفوا مكانكم. طاحوا في شر أعمالهم. ليش مصر ان اسمي سالم؟ مع السلامة منصور. نانو ساعدني اطلع من هني. نانو اسف اسمي مو بنانو، انا شاورما وطعمي وايد حلو. ها منصور منصور منصور، يلا عاد منصور. يلا منصور بس كرقاد عاد.
آخ يا يدي، حلمت بحلم وايد وايد غريب. إنزين خبرني عنه بعدين، لأن في ضيفين يتريونك في الحديقة. سالم وعبيد، عندنا بساط سحري لازم نصنعه. يدي أنا جاهز للتصوير، أنت جاهز؟ إيه جاهز. سالم عبيد جاهزين؟ جاهزين. مشروع مادة العلوم، المشهد الأول، أكشن. خلنا نحقق في خصائص المواد الصلبة والسائلة والغازية. فكرة حلوة، شوف المواد السائلة تقدر تنصب وتتدفق، بس ما نقدر نمسكها بسهولة. لا مستحيل نقدر. المواد الصلبة تحافظ على أشكالها ولما تتدفق مثل المواد السائلة. عجيب، وشوف لما نسخن المواد السائلة تتحول لغازات. عملية تبريد السوائل تحولهم لمواد صلبة. العلوم وايد ممتعة. أكيد يا صديقي عبيد. كات، ممتاز ممتاز، أحسنتوا. مشروع مادة العلوم اكتمل. ها شو هذا؟ اسمه تمثيل. لا لا أقصد هذا. شو كانت تسوي؟ مو عندي فكرة، بس تحاول تخش عنا شيء. هذا لغز ولازم نحله. أكيد يا صديقي منصور. قضية شم الغامضة. ها؟ أوه، هذه المتهمة هناك. يلا نلحقها. لقيتوا أي دليل؟ ما في شيء هني. خلنا ندور هناك. هلا شباب. شمة، غريبة نشوفك هني. هي لازم أروح، أشوفكم بعدين. شكلها الحبكة ياسة تتعقد. قضية شم الغامضة تزداد غموضا. يلا خلونا نشوف وين سايرة. ها هافن شافتنا بسرعة من هني. هني أكيد ما بتعرفنا الحين. يلا شو بيكون داخل الصندوق؟ هذا برواز صورة. ويا منو تتكلم؟ على الأغلب اتكلم العقل المدبر. هي هذا التبرير المنطقي الوحيد. آه ها ياهين ياهين. هذا عمك وزوجته، معقولة يكونون هم العقول المدبرة؟ ما أتوقع، بس الحين بنشوف وبنكتشف. شو بيكون داخل الصندوق؟ أكيد وايد فلوس أو مجوهرات. آسف. بسرعة بسرعة بيشردون. ايه
الأدلة شو تثبت لنا يا دكتور عبيد؟ المتهمين وقفوا سيارتهم قريب من المخرج عسب يشردون بسهولة. استنتاج جيد، بس شو تتوقعون شما تسوي داخل؟ الأغلب تدور أغلى قطعة فنية تسرقها. إنزين، خلونا نروح نمسكها متلبسة بالجريمة. وين راحت؟ هناك. أوه، شردت. شما طلعت مكارة. لا تخافون، بنلحقها. يلا يا محققين، من هالاتجاه. هذا اختبار جهاز انذار الحريق، او يمكن في سرقه يا منصور. مستحيل مستحيل تكون سوتها. اكيد لا شباب، نتكلم جد، مستحيل تعتقدون ان شمع سرقت اللوحه من صدق، صح شباب؟ شباب شوفوا هني. نانو، تقدر تخبرنا شو اسم هاي الرسمة؟ اسمها ضوء الشرق، لوحة قيمتها جداً مرتفعة وحالياً موجودة في متحف المدينة للفن. تقصد الحين ياسة تنسرق من متحف المدينة للفن؟ شكراً نانو. شوفوا، أنا ما أصدق إن شمة هي اللي سرقتها. خلونا نسوي تحقيق حقيقي، إذا الصورة موجودة بنتأكد إن شمة بريئة. زي خلنا ندور على اللوحة. المفروض لوحة ضوء الشرق تكون موجودة هني. مستحيل، فعلا سرقتها. لا 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 لا، ما أصدق. الوضع اتطور يا شباب. مستحيل. بس حلل كل الأدلة، اتصرفت بغرابة في حديقتكم. اتصرفت بغرابة في المول. جرس الانذار اشتغل. شما شردت من المتحف باللوحة. واللوحة ما موجودة هني الحين. لا لا لا، صدقوني اكيد في تبرير منطقي. فيه، شما واهلها لصوص تحف فنية ولازم نخبر الشرطة. لا، لازم اكلمها اول. الو، هلا شما، ايش حالك؟ الحمد لله أنا بخير. حلو، إحنا شفناك في المول اليوم. لا مو مشكلة، إحنا متفاهمين إنك كنتي مستعيلة. شو بعد سويت اليوم؟ بس رحتي البيت؟ أوكي أوكي، هي هي أكيد بنشوفكم على العشاء في بيتنا إن شاء الله. يلا مع السلامة شمة. ما أصدق ما أصدق، شمة سرقت تحفة فنية من المتحف وبتخليها في البرواز الذهبي الرخيص اللي اشترته من المول. هي بتيع عندكم البيت على العشاء اليوم؟ هي شو بتسوي؟ اظن اني لازم اواجههم وبحتاجكم وياي. تفضلوا يا شباب. منصور، أنا بسافر الأسبوع الجاي وما بكون موجودة في يوم ميلادك، بس حبيت أجيب لك هاي هدية. شكراً. رويتها للكل وكلهم حبوها. الظاهر العائلة كلها مشتركين في الجريمة. ما كان سهل أني ألقاها، وما كانت متوفرة في المول، فاضطريت أني أدورها في مكان ثاني. كل سنة وانت طيب يا منصور. يمكن مو بلصالحك انك تفتحها قدام الكل. شكرا شمة، شكرا. شو؟ شو؟ انتوا اسوأ ثلاث محققين مروا علي. بس انا مو بفاهم شيء. خليني اشرح لكم. رحت المول اليوم عسب اجيب لك هذا البرواز، ورحت المتحف بعد عسب أجيب لك هاي النسخة من ضوء الشرق. بس شفتكم أنتوا الثلاثة تلحقوني ومتنكرين، ما توقعت تشوفينا. وايد صعب أني ما أشوفكم.
وشو عن اليوم الصبح في الحديقة؟ كنتوا تصورون وما حبيت أخرب عليكم. وجرس الإنذار واللوحة المفقودة. المسؤولين اللي في المتحف شلوا الصورة عسب ينظفونها، والجرس ضرب بالغلط. الظاهر أنكم ما قريتوا جريدة اليوم. آسفين شمع. الأدلة كانت وايد مقنعة. الأدلة تثبت أنكم تحبون المغامرات. وشو عن الصندوق اللي متروس فلوس ومجوهرات؟ استنتاجكم طلع غلط. شو بتقولون الحين؟ منو يبا ياكل كيك؟